انضم الينا الان الدكتور توفيق حميد المفكر والباحث السياسي. اهلا بك معنا دكتور توفيق. بدايه برايكم، اي تداعيات للاعتداء الارهابي في برشلونه على مشهد التعايش الديني في الغرب وتحديدا صوره مهاجرين مسلمين؟ للاسف هيكون ليها تداعيات سلبيه بدون مناقشه، في يعني بدون شك، وكما نرى فان الامر يزداد قتامه يوما بعد يوم في الوضع وصوره المسلمين في الخارج. وما يعني الحقيقه يجعلني اخاف هو اني بارى صوره مستقبليه، يعني ان اذا زادت العمليات الارهابيه عن حد معين والتصرفات اللي نراها جميعا ضد الانسانيه وزادت كراهيه للمسلمين، فسيحدث نوع من التعصب، يعني ولا نستغرب من وجود شيء من التعصب هيكون ضد بعض الجاليات المسلمه، وده قد يزيد عمليه التطرف عند البعض، فندخل في حلقه مفرغه تنتهي بامور كارثيه لهذه المجتمعات او يعني للغرب كصوره عامه. فاعتقد الصوره ستكون اكثر قتامه، ولا بد من فعل شيء في تصوري لمنع هذا التصور انه يحدث. طيب دكتور توفيق، ما هي مسؤوليه المسلمين عن العنف باسم الاسلام؟ واما ان الاوان لاصلاح الخطاب الديني الاسلامي؟ شكرا على سؤالك سيدتي، ودعني اتكلم بصراحه ووضوح في هذا الامر. لو رأيت حضرتك يعني بدقة وتابعتي أحداث التاريخ في الآونة الأخيرة أو في العقود الماضية، ستجدي أن ظاهرة الكراهية للمسلمين والإسلام لم تحدث قبل أحداث 11 سبتمبر، يعني عمرنا ما كانش حد بيتكلم عن ظاهرة كراهية للمسلمين قبل 11 سبتمبر. بعد 11 سبتمبر بدأت الصورة تتغير وباتت الكراهية، وكلما زادت عمليات الإرهابية وكلما شهد العالم أشياء مثل الرجم وسبي النساء وسكوت رجال الدين، هو الأخطر من كل ذلك هو أن رجال الدين صامتون، فهم بالرغم أنهم يدينون داعش كاسم ولكنهم لا يدينون أيديولوجية وفكرة داعش. فماذا تفعل داعش؟ تقتل المرتد وتقتل المثليين وترجم النساء وتسبي النساء في الحروب وتعلن الحرب على الآخرين لتأخذ منهم جزية أو تقتلهم، وهذا ما يدرسه معظم رجال الدين ولا يقف ضده. فنحن هنا أمام سؤال يطرح نفسه، كيف نتوقع من الغرب أن يحترمنا كمسلمين أو كعالم إسلامي إذا كان رجال الدين وأراهم هم المسؤولون الرئيسيون؟ لأن هناك كثير من المسلمين مسالمين، ولكني أتكلم هنا عن المفهوم السائد للتدريس الديني الذي يدعو إلى العنف، ولا نتوقع من حينما تدعو إلى العنف أن ترى في نهاية الأمر خيرا وسلاما، بل سترى إرهابا ووحشية وغلظة. فأظن هنا أن العالم الإسلامي عليه مسؤولية تاريخية أن يصلح صورته، وإن كان هناك أحد لديه القدرة على إصلاح الإسلاموفوبيا أو إنهاء الإسلاموفوبيا أو ظاهرة الإسلاموفوبيا فهم المسلمون أنفسهم. فلو رأى العالم المسلمون يخرجون بمئات الآلاف في مظاهرات ضد الإرهابيين كما خرجوا بمئات الآلاف ضد من يهين الرسول أو لأجل الحجاب أو لأشياء أخرى، سينظر العالم إليهم نظرة أخرى. حينما يجد العالم شيوخ دين مسلمين يقفون ليقولوا ويدرسوا في كتبهم بوضوح أن قتل المرتد خطأ وأن قتال الآخرين لإجبارهم على الدين خطأ وأن رجم شيء مرفوض، حين ذاك سيتم تحسين صورة المسلمين. فنحن المسلمون هم الذين بأيديهم ونحن فقط بيدنا وبأيدينا أن نمنع ظاهرة الإسلاموفوبيا ونحسن صورة الإسلام في الغرب إن كان العالم الإسلامي يريد ذلك. ولكن أليس الخطاب الديني المتطرف يعني متفشي في عروق ثقافة دينية تراه في مساجد سلفية جهادية وأحيانا في المنهاج المدرسي أو الجامعي، حتى كما يقول بعض في بعض الأحيان داخل الأزهر؟ للأسف الشديد هذه الحقيقة المرة ولا يوجد بديل، ودي الكارثة اللي بتواجه العالم، ان العالم الاسلامي وشيوخه يدرسوا هذه الاشياء، وكما ذكرت حتى في الازهر نفسه يدرسون اشياء مرعبه، كل ما ذكرته لك يدرس في الازهر، مبدا الجهاد والقتال لاجبار الناس اما الاسلام او الجزيه او القتل يدرس في الازهر، مبدا سبي النساء يدرس في الازهر، وليس فقط في الازهر، في معظم المؤسسات الاسلاميه المشهوره. فنعم هناك مشكلة أن هذا هو التدريس الموجود ولا يوجد تدريس آخر يقابله،
يعني لو ذهبت حضرتك وعملت بحث عن بعض هذه الأفكار لن تجد مرجعية إسلامية واضحة تقف وضوح لتقول أن هذه الأشياء خطأ، أن قتل إنسان لأنه ترك دينه أو يفكر بطريقة أخرى خطأ، أن المرأة يجوز ضربها خطأ، أن الاستعباد خطأ. حينما تجد هذه الكتب موجودة ستنتهي المشكلة، ولكن للأسف الشديد كما ذكرت حضرتك إن الموجود حاليا ليس هناك مقابل له، وهذا ما يدرس. ولا نتعجب من خروج إرهابيين من هذا، إن كان هناك مسلمون معتدلون فذلك لأنهم لا يقومون بتطبيق هذه الأشياء. نحن نريد مرجعية إسلامية تدعو بوضوح لفكر مسالم يقف بقوة ضد هذه المبادئ، وهي ليست مبادئ داعش وحدهم ولكنها مبادئ شيوخ كثيرون يرددوا هذا الكلام. نعم. يعني عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 ردد البعض سؤال لماذا يكرهوننا؟ برأيك بعد كل هذه السنوات هل أجيب على هذا السؤال؟ أنا أعتقد الإحصائيات توضح الإجابة، يعني مع الإحصائيات الموجودة مع معدلات الإرهاب اللي موجودة مع صمت رجال الدين عما يحدث من أشياء باسم الإسلام ورفضهم تقديم مفهوم آخر للدين، مع صمت كثير من المسلمين عن أن يأخذوا موقف قوي ضد التطرف والفكر المتطرف كما فعلوا ضد مثلا إهانة الرسول أو لدعم الحجاب في فرنسا، كل هذه الأشياء تجعل أي إنسان يعرف إجابة لماذا يكرهوننا. وبل على النقيض تماما، أنا قد أتعجب حينما أرى الواقع المرير للعالم الإسلامي إذا يعني لم يسأل هذا السؤال، أو إذا سأل أحد لماذا لا يكرهوننا، يعني هو السؤال اللي بيطرح نفسه. حينما نرى كل هذه الأشياء لابد أن نسأل أنفسنا وبأمانة ماذا علينا أن نفعل وما نستطيع أن نفعل لمنع هذه الكراهية، فنحن كما ذكرت مسبقا الذين بيدنا التحكم ومنع هذه الظاهرة. نحن نشكرك جزيل الشكر من مركز الأخبار دكتور توفيق حميد المفكر والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. أهلا بك.